السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، نهار جديد وفيديو جديد وموديل جديد. مرحبا بكم الاصدقاء ديالي، لا القدام لا الجداد، لا اللي غيدخلوا معايا جداد. مرحبا بكم الاصدقاء ديالي داخل المغرب وخارج المغرب. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينين وعلى اللايك ديالكم وعلى المشاهده اللي كتشوفوا القناه ديالي وكتعطيوني الاراء ديالكم. شكرا لكم، والاراء ديالكم دائما كنحترمها. ومرحبا بكم مره اخرى. اليوم جبت لكم عبايه اللي غادي نفصل معكم، لان الوقت ديال العبايه قريب. العبايه اللي غادي ندير لكم نصل تحتاني بالدونتي الشبكه، والفوق غادي ندير لكم هذا الثوب. هذا ماشي ريحانه، بحال ريحانه ولكن مازال يلاه جا جديد، مازال ما عرفت السميه ديالو. ها نتوما كي داير. والدونتي اللي غادي ندير ليها اللي غندخل فيها هو هذا. نتوما اللوينات جاوا زوينين وطيب الشرب الصيف. الله يجيب لنا شويه ديال الشتاء. مرحبا بكم كما قلت لكم الاصدقاء ديالو. كنتمنى تعجبكم هاد العبايه. غيكون عندها الكمام بالدونتيل هنايا كلوش، والتحت غادي يكون بلي فرونس، وغادي تعجبكم. وشكرا على المشاهده ديالكم، وهانتوما معايا. وما تنساونيش في لي لايك، اللي دخل يدير لايك الا جات على خاطره، وان شاء الله غنعطيكم الجديد في الجديد في الجديد، غير اللي يعطينا شويه ديال الوقت. الوقت تيجري اللي يجعل السلامه. شكرا لكم مره اخرى، وانتم معايا. بقاو معايا من الاول ديال الفيديو حتى الاخر ديال الفيديو، وهانتم معايا. رجعت معكم البنات باش نفصل العبايه اللي قلت لكم في الاول. هاد العبايه البنات بلا في الاول ما قطعتش معكم الطرف ديالها كلها، ولكن غادي نقولها لكم وغادي تعرفوا بلا ما نقطع بالمقص. هاد العبايه كما قلت لكم عندها الفرفره لتحت، عندها لي فرونس لتحت. هاد لي فرونس غنديرهم من هاد الثوب ديال الشبكه اللي هو هذا، التحت ديال هاد الطرف الفوقاني اللي قطعنا. هذا قطعنا فيه مترو. دابا هذا اللي قطعنا الفوق هو اللي غادي يكون اللي غتلصق فيه، هذا هو العبايه. وهنا غادي نحطو فيه لي فرونس بحال هكا ياكو. هادو دابا، هذا دابا قطعنا منه مترو، وهذا مترو. هذا ديال هاد الفريفرات ديال تحت ديال لي فرونس، هذا قطعنا فيه مترو نص في العرض، قطعنا مترو وعاوتاني قطعنا داك مترو على جوج، هي نص مترو. الثوب الفوقاني فيه مترو، ولا زدنا ليه نص مترو غادي يكون مترو 50. الخياطه وكلشي غتشد لينا في ديك مترو 42 العبايه ديالنا. هذا دابا هو لي فرونس ديال تحت، وهذا فاش غادي نفصلو نديرو فيه الصدر والكتافو. هذا هو الكسده ديال العبايه ديالنا. وهذا هو اللي غادي نفرقو دابا على جوج باش غادي نديرو ديك البنده ديال القدام ديال العبايه ديالنا. هو هذا غادي نفرقوه على جوج، فيه 24 سنتيم اللي فيه، وفيه مترو 50 في العرض، وغادي نقطع على جوج باش يولي 12. ولا خيطنا غيولي 6 سنتيم، وغادي ديري خياطه سنتيم غيشد 5 سنتيم. دابا هذا هو باش غنديروا ديك البندات ديال القدام. هادو هما الكمام ديالنا. هذا 40 سنتيم اللي درنا فيه من هنا حتى لهنا. نعاود نعبرو. هذا 40 سنتيم كما كتشوفوا اللي درنا فيه في الطول ديالكم، لان غتكون عنده واحد الفريفيره هنا ديال القلوش ديال الكمالات ديالكم. وهاد الكمالات ديالكم درت 36 سنتيم، لان كتفصل هي بهكا، كتفصل بحال صايا قلوش. غنفصلها معكم وغادي تعرفوا غادي هي باش غادي نبدا باش سميتو باش نشرحها لكم كيفاش كتكون. دابا غنحيدو هادو على الجنب ياكو، وغادي نحطو هادي على الجنب، وغادي نفصلو الكمام هما الاولين. رغم ان الكمام تيكونوا هما الاخرين، انا غنفصلهم معاكم هما الاولين باش تشوفوا الفريفره اللي قلت لكم كي غادي تجي. غادي نطو هاد الطرف في مترو 50، غادي نقصو منه، غنديرو في الطول 40 سنتيم، ولكن في العرض هنا كنديرو غير ديك 26 او 25 سنتيم كما كتشوفوا. نجيبو الطباشير ديالنا هنا كما العاده. غنهضر هنا نشوف شحال فيه. كما قلت لكم 26 سنتيم هي هادي، وهادي راه ما كنحسبهاش لان كنحيدها انا. هاد الحاشيه كنحيدها من الاول باش ما ديرونجيني في الخدمه، ولا خليناها تكون خايبه ما خصهاش تكون في الثوب ديالنا. هنا غادي نزلو ب 16 كما العاده. هنايا هي هادي، كنديرو 16 هنا و 16 هنا، وكنديرو هاد اكس كما كندير لكم دائما هكذا. ما بغيتش نكثر الطباشير لان لا كيبقى في الثوب. كندخلو هنا بجوج سنتيم، النص ديال هذا كنخرجو سنتيم، النص ديال هذا الاخر كنطلعو بسنتيم بحال هكا. هاد 3 سنتيم كنخليوها ما كنقيسوهاش كما كنقول لكم دائما.
غادي نجي نفهم لكم اللي هو هنايا، غندير 18 سنتيم، 17 زائد سنتيم هي 18، كندير تما، غادي نسترو بالمسطرة ديالي بحال هكذا، ديالي الطباشير. علاش غفصلتو هو الأول باش نشرح لكم كيفاش غتفصلو داك النص ديال الكم ديالنا. كندخل هنا بجوج وكنمشي عند هاد واحد، كنوصل هاد الوسط كنطلع عند واحد آخر كاين الفوق، وهاد 3 سنتيم كيما قلتلكم كنخلوها نيشان مكنقيسوهاش. دابا هاد الكم ديالنا هو هذا البنات، وكلوش ديالنا هو هذا، هذا طويل عند البنات على 4، فيه قطعت 36 سنتيم هنا، 36 سنتيم اللي قطعت هنا، وكنفصلو بحال هكا. إلا شفت شي حاجة تيمشي، أشنو كنديرو في اللول؟ طوينا على 4، كنشوفو هاد 18 سنتيم اللي عندنا هنا، كنشوفو فين جاتنا هنايا، جاتنا هنا البنات فين جاتنا 18 سنتيم، وتنشوفو هنا شحال فيه، هنا فيه 22 أو 23 سنتيم، 23 سنتيم إلا درنا ليها بحال هكذا، كتكون عندنا 64 سنتيم، كتكون عندنا في الكم، غادي تخيط غادي يشيط لينا في ديك 61 حتى 62 سنتيم، إلا شات حتى في 60 سنتيم ماشي مشكل، لأن هاد الكم كلوش ما تيبغيش يجي طايح بزاف على اليد، تيكون احسن يجي هو هذاك. كنشدو دابا هاد الكم ديالنا كنديرو ليه بحال هكا بهاد الطريقه ديال الصايا بحال هكا. هاد الطريقه البنات اسهل طريقه في الصايا كلوش، شوف اي حاجه بغيت ديروها كلوش بلا ما لا تزيدو هادي لا تنقصو هادي، كنشدوه بحال هكذا حتى كنطويو شحال من مره بحال هكا، كنمشيو لداك القصير اللي عندنا هنا، قصير اللي غادي تشوفوه اللي هو هذا. هاد القصير دابا هو علاش نقطعو القطعه ديالنا الاولى بحال هكا، حتى كنديروها بحال الضريبه بحال هكذا، كنخليو ديك الضريبه ديالنا لان هي علاش غادي نرجعو ديك الضريبه ديالنا اللي كاينه هنايا، باش تجيبوه قد غتعبروا شحال عندكم هنا. عندنا 32 سنتيم هنا، 32 سنتيم، وحنا غاديين بهاد 32 سنتيم حتى فين جات المقص، ها فين جا المقص البنات شفتوه، غنجيو عاوتاني هنا ها فين جا المقص، غنلقاو 32 سنتيم اللي هي هادي، كنجيو لهنا كنلقاو 32 سنتيم. اذا بديك الطريقه راه كتجي سليمه باش ما يجيني غليظ، غنقطع واحد بواحد من هاد الشبكه. شي شويه راكم عارفين الشبكه كي كتكون في القطعه، غنقلبها من هنا باش تجي ساهله كما قلت لكم قبيله. كنجي لديك داك اللي غنقطع فين غادي نحط لكم ديالي، كنجي لهنا كنحل هذا باش ما يتخلط ليا، كنحلو بهذه الطريقه. وخصكم تعرفوا البنات هذا مع الثوب ما يعرضش بزاف، راه غادي تكون عند واحد الخياطه فوق هنا وتكون وحده من تحت غير باش تكونوا عارفين. دابا عندي واحد الحلو نحل حتى الاخر باش يجيو كلهم الخياطه فوقكم. كنجيو دابا لهنا كنشوف 18 سنتيم ديالي فين جات، هي هذه، كنطراسي بالطباشير بحال هكا، كنعاود نقاد لان ملي حيدت ليه الحاشيه قبيله لهذا جا قصير واحد على الاخر. اذا حتى هذا الجنب خصي تقاد، داكشي اللي تحيد منه الجنب خصي تحيد حتى الاخر. دابا غادي كما قلت لكم غادي نجي للكم ديالي اللي طراسيت بالطباشير شحال عندي فيه، هانتوما عندي فيه 20 سنتيم، غندير انا 21 سنتيم. علاش؟ لان غير كنفصلو كيتزاد بوحديتو، كنشد هنا معانا كنطوي عاوتاني وكندير ليه بحال هكا. داكشي اللي قطعت هنا داكشي اللي عبرت هنا خصني نعبرو حتى هنا، يجيني كيف كيف. الكم ديالي البنات هو هذا كما كتشوفوا معايا، غير راكم عارفين الشبكه شي شويه كتلصق. الكم ديالي هو هذا البنات، كنحيد لي هاد القنوطه كنحيدهم واحد شويه سنتيم تقريبا هنا وسنتيم هنا، لان غيجيني واحد الخياطه غتجيني فوق الكم، ربما تجيني ما تجينيش فوق الكم، ولكن غير بغيت انا ما بغيتش نضيع الثوب ودرت بحال هكا. الكم ديالي هو هذا البنات، ولا جاكم الكم ما كبيرش ما جاش قدو كتزيد واحد سنتيم من هنا او سنتيم ونص، انا جاني هو هذاك ولكن الخياطه ضروري نخلي شويه ديال الخياطه، زدت فيه داكشي اللي خاصني وجاني هو هذا كما كتشوفوا، سنتيم ديال الخياطه هو هذا والكم ديالي هو هذا.
والكم ديالنا كما قلت لكم قبيله غيجي ما بين 60 و 62 سنتيم. الكم هو هذا البنات كما كتشوفوا كملناه، غنحيدو على جنب. البندات راكم عارفين البندات عاديين كما عرفتوا دائما الطرف غير خبقه. كنجيو دابا العبايه ديالنا هي اللي كنفصلو بالداخل في الخارج. العبايه ديالنا غادي نفصلوها بالداخل في الخارج، علاش؟ باش تجينا عريضه من تحت وتجي ايفازي، تجي زوينه الا فصلناها بالداخل في الخارج، ما كتاخذ لينا بزاف ديال الثوب. غندير بحال هكذا كما كندير معكم دائما. كنجي الصدر ديال العبايه ديالي غادي ندير فيه 30 سنتيم. غندير هنا 30 سنتيم اللي هي هذه. الكتف عندي فيهم 41، غادي ننزل ب 26 سنتيم كما كتشوفوا ها هي. وغادي ندير الصدر هنايا 30 سنتيم اللي هي هذه. هنا غندير 21 لان الكتف 42 21. علاش قلت لكم غنزيد ب 26؟ لان الكتف فيهم نص 21. هذيك 21 كنزيد لها 5 سنتيم هي 26، وهي باش كنهبط هنايا باش نلقى الصدر ديالي فين كاين. غادي نهبط ب 60 سنتيم باش نلقى لي هونش. لي هونش غندير فيهم 33 سنتيم اللي هي هذه. الصدر درت فيه 30، هنا غندير 29. كندير دائما الصدر ناقص عفوا الحزام ناقص على الصدر بشويه. دابا ضمنت المقاسات ديالي، كنقد المقاسات ديالي مزيان، وباش ما جريت هنا راه كيوسع لتحت، باش ما صغرتو هذا حتى تخليو غير بلاصه الخياطه راه كيوسع لتحت. كنجي للكتف هنايا، كناخذ العبار ديال التوتال من الراس حتى الراس. الكتف كاينين هنا، انا كناخذ كلشي. عندي 29، كنجي لهنا غنجربها لكم. كنجي لهنا كنشوف 29، هذه ما غنحسبهاش حيت غنقطع هذه الحاشيه. غادي نحسب، غادي ندير 28 لان غنزيد البنده من بعد. غندير 28 او 29 ماشي مشكل، انا مع التقويره كنقصوا ديك 2 سنتيم. ها نتوما توف العرض في الاول شحال فيه، فيه 1.50 متر، ولا قسمنا على 4 كتعطينا 35، ولا فصلنا الداخل في الخارج عطاتنا 43 سنتيم. هادشي علاش زوين الداخل في الخارج. ودابا عاد غادي نفصلو الداخل في الخارج ديالنا بحال هكذا. كنهزو هذا اللي مسدود الطرف اللوراني هو هذا، كنهزو هاد الربوعه كنقلبوهم لهاد الجهه كما كتشوفوا معايا بحال هكذا. كنحطو عليهم هاد الطرف اللوراني. دابا غادي تشوفوا راه غادي يكون هذا غيكبر، يجي كبير شويه على هذا، رغم اننا قديناه ما وفيناش فيه، ولكن مع المقص ضروري كتلقاو هذا كيتزاد. داكشي باش كنديروا ناقص بزاف على هذا. دابا غادي نفصلو التركيز ديالنا. التركيز ديالنا البنات كما كنقول دائما الا بغيتو تعرفوا التركيز، التركيز راه كنعبروا قد هنايا، قد هنايا 21. كنزلو الصدر ديالنا حتى هو كنعبروا 21 اللي هي هذه. كنطراسي غنطراسي معكم ولو هذا سميتو كيخلي البلاصه ماشي مشكل. غادي ندير غير واحد شويه طباشير، كنجيبوه بحال هكذا الصدر، وكنطلعوا هنايا بثلاثة ديال السنتيم، وكنجيو بطريقه دائريه لهنايا، وهنا كنهبطوا ب 15 سنتيم من الكتاف، كنهبطوا ب 15 سنتيم وكنجيو داخلين بسنتيم. وملي كنقورو كنمشيو من تحت الباط حتى كنخرجوا لهاد السنتيم اللي نقصنا، وعاده كنخرجوا لفوق الكتاف. تيجي التركيز ديالنا هو هذاك، ودائما التركيز كيجي ناقص على الصدر بجوج سنتيم، ماشي دائما ولكن غالبا. من غير شي واحد الا بغى التركيز يجي كبير راه كنجيبوه قد بالنسبه للعبايات والتقليدي. هنا كنلوحو 3 ديال السنتيم، كاين اللي كيبغي يلوح 4، ولكن ما كنصحش انا تطيحو الكتف ب 4 سنتيم،
هنا كيجيكم هنا مبوق شويه، هنا كنزلوا بجوج سنتيم وهنا 8 سنتيم دوره العنق، وتنجيو بطريقه دائريه. غادي نمشي من الصدر حتى للحزام، غادي نسطر من الحزام حتى من الصدر حتى للحزام بحال هكا، وغادي نسطر حتى لي هونش، ومن لي هونش غادي نمشي حتى للجليل. الجليل هو اللي لتحت ديال العبايه ديالنا، دابا هذا غير النص الفوقاني ديال الكسده ديالنا اللي هو هذا، كنظن غادي يبان لكم هذا هو الجلال ديال العبايه ديالنا. غادي دابا نفصلوه وغادي نوريكم كيفاش. دائما كنخلي سنتيم ديال الخياطه دائما، هنا ثاني عاوتاني كنخلي عاوتاني هنا سنتيم ديال الخياطه مهبطه. كنجيو دوك الكتاف اللي طيحنا 3 سنتيم كنحيدوها، وكنديرو دورة العنق ديالنا كما العادة بحال هكدا. واحد البلاصة كيسولوني عليها بزاف المتتبعات ديالي، شحال غادي نطيحو في التحت ديال العباية أو ديال الشميز أو أي حاجة في الصنة. الطريقة السليمة البنات باش ما تعرفو باش تعرفو شحال غادي تطيحو في الجناب، كنهزو هاد ربعه ديال الطروفه فيهم جوج ربعه بالطرف ديال اللور، كنجيبوهم للقدام حتى كنقادو تحت الباط مع القدام هنايا، وكنقادو هنا كنطويوه على شحال من خطره. هذه طريقه سالمه، الا ما طيحوا لها 4 سنتيم لا 3 سنتيم. انا غادي نديرها غادي نفصلها وغادي نوريكم شنو عطانا. هما واحد قصير وواحد طويل، كنجيو العبايه ديالنا من تحت كنلقاوها مقاده فيها واحد شويه. هنا شنو كنديرو؟ كنحيدو واحد شويه من هنا، هذا غير المقص اللي خلاه. دابا هي هذه شنو كندير؟ غادي ناخذ دابا هادشي اللي شاط، هذا غير بقى من واخا قديناه خلاه المقص. غادي نتراسي باش نعرف الحساب ديال العبايه ديالي هو هذا. غادي ناخذ المسطره ديالي وغادي نعبر 26 سنتيم من دوره العنق حتى لهنا، 26 سنتيم كما قلت لكم اللي غادي نعبر هنايا هي هذه. ولكن الا غنفصل البنات ما غاديش نخلي لها هذا القنت، خصها تجي دائريه، فهمتوني؟ نقدروا نصوبوها بهادي، تقدروا تصوبوها بهاد الطريقه بحال هكا. ها نتوما غادي تحيدوا لي هاد القنت بهاد المسطره بحال هكذا باش تجي دائريه. كنقطع 26 سنتيم ديالي كما كتشوفوا معايا، الا كانت فيه شي فجوه ولا شي حاجه بحال هكا شويه ما خصكمش تخليوها البنات نهائيا. واحد قل من نص سنتيم كاين هنا خصني نحيدو باش يجي مقاد، كيبان غير بالعين بحال هكا. كنجيو دابا الصنة هذه كملات، الكسده ديال العبايه ديالنا كملات، كنشوفو التركيز ديالنا واش جانا هو هذاك، ضروري خص يجي هو هذاك. كنديرو ليه بحال هكا، ضروري يبقى لينا هاد جوج سنتيم. الا كانت العبايه جات هي هذيك اللي بغات التركيز كما قلت لكم، راه كنزيدو فيه باش يكون التركيز كبير. اللي بقى لينا دابا هو هاد سميت ديالنا. هذا شنو كنديرو؟ كنديرو بحال دابا عندنا مثلا في الجلال عندنا 80، خص تكون عندنا في هذا متر و60. انا عندي في هذا في العرض ديالو غير متر و50، ولكن معليش غادي يجيني واخا غايجيو لي فرونس قلال، ولكن لوجيك هو خص يكون دوبل، يكون بحال دابا عندنا 80 تكون عندنا متر و60. هذيك هي الحقيقه ديال الفصل اللي خصكم تعرفوها، ولكن هذا فيه الخير والبركه، غادي يجي بحال هكا ان شاء الله. هذا ما غندخل فيه حتى شي دونتيل، لان هذا دونتيل وهذا الثوب اخر، هذا ماشي ريحانه، هذا يلاه جديد مازال ما عرفت سميتو البنات.
هنا غادي نديرو الفلفله ديالنا او لي فرونس ديالنا هنا، وهذا ديال القدام غادي نقسموه على جوج، وغادي نديروه الطرف ديال دوك الربعه ديال القدام. وفاش غادي نديرو هذا هذا غنقسمو كما كتشوفوا على جوج، هذا غيكون في الربعه ديال القدام، وهذا الطرف كله اللي غادي نديرو غادي يكون في الطرف ديالو في الخياطه ديالو. غادي نشرح لكم الطريقه اللي غادي تخيط بها اللي سهله اللي ما غاديش تدي لكم الوقت. دابا العبايه ديالنا ها هي، والكمام ديالنا كما قلت لكم هما هادو اللي درنا لهم هذا كلوش بسميتو، غتدخل عندنا واحد الخياطه هنا، ولكن معليش انا غير ما بغيتش نجيب هذا الثوب باش ما يزيع عليا الثوب. كما قلت لكم هادو هما البندات، الا جاب الله هاد البنده جاتكم صغيره ما كفاتناش حتى دوره العنق، كنشدو هاد البنده ديال هنا وهاد البنده ديال هنا، وكنزيدو هنا 16 سنتيم كتجي في دوره العنق، كنديروها كنلصقوها لهنا. راه ديجا سولتني وحده في القناه قالت لي علاش واش كفاتك الثوب العرض ديال الثوب واش كافيك، ما تيكفينيش حبيبي الا ما كفانيش كنزيد 16 سنتيم والعرض تيكون قد هكا وكتجيني هي هادي. شكرا لكم، شكرا لكم عاوتاني نقولها لكم على على المشاهدات ديالكم، وشكرا على لي لايك ديالكم ومرحبا بكم. هذا الفيديو غادي نحط لكم بعد موراه ان شاء الله، غادي نحط لكم ديال الخياطه، وغادي كما قلت لكم غندوز لكم الطريقه اللي سهله في الخياطه، وما غاديش دير لكم الوقت. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساونيش في لايك.